السلام عليكم خاوتنا، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا الموضوع تاع اليوم راح نتكلموا على حاجه، كل حاجه قابله للتطور في العالم هذا، غير الشون تاع المقنين ماهوش قابل للتطور. يعني بالمفهوم تاع بعض الاخوه، يعني الشون هذا داروه شغل حاجه كبيره وما تقدرش تدنى ليه كامل. هذا من الغلط يا خاوتنا. واحد قال لي غالوبي كاين وحده برك، يعني في العالم كاع كاين غالوبي وحده، قال لي تعبني مسوس. يعني هذا الانسان كشاح تفهمه. انا على كل حال ماذا بيا ان شاء الله انا نستفادوا كامل. يا اخي الغالوبي ياك تحكي عليها انت كاين وحده، شكون اللي قال لك؟ يعني اذا كان هذا العلم هذا انت سمعته من انسان واحد اخر، انا نقول لك راه على خطا. وكاين ناس الله يبارك دواقه راهي تسمع فينا وعلى بالها باللي ما كاش غالوبي وحده. الغالوبي خونا ماشي نوطه، الغالوبي ماشي نوطه، الغالوبي خدمه اداء. شبهوها على ركض الحصان، شبهوها على الركض حاجه رابيد. يقدر اي نوطه المقنين يغالوبيها باش تكون على علم. يقدر اي نوطه المونتي يرجعها غالوبي، البدوه يرجعها مونتي. كيما قلت لكم في التيتا تاع داك تاع تيتاتات، قلت لكم خارجه من البتباتا تشيبا تشيبي، خارجه من البدوه. هذيك الغالوبي تاع تشيبا تشيبي خارجه من البدوه. يعني الانسان ما يغلقش راسو، ما يبداش يقول باللي لا لا ما كاش. بالك انت ما فهمتش بصح. شنو الغالوبي يا اخي؟ اداء. يقدر المقنين يدخل ثلاث خدمات في الغالوبي، هذه واش تقول فيها انت؟ ثلاث نوطات يدخلهم والغالوبي ميلونجيهم، غالوبي ميلونج يدخل فيها ثلاث خدمات اربعه. روح سمع المقنين تاع تيقصراين هذا اللي قال لي واحد الاخ، على كل حال ما نسيتوش، قال لي نوطينا شويه منه. يعني دخلت سمعته مقنين الله يبارك، معمر بلي غالوبي، يعني مازال ما سمعتش مقنين فيه لي غالوبي كيما هذاك. تقدر تصيب حتى الكاتمانيال تاع خدمه، يعني اربع نوطات يدخلهم في غالوبي وحده ويدير بهم تيبات باتي تاعو هذيك. ما شاء الله مقنين الله يبارك، عنده الطابع تاعو طفيو او يعاودها بزاف، يديرها بدوه هذه طفيو. نتكلموا عليها على كل حال، ليزونسيا ما جبتهاش من راسي، طفيو هذه زيد. بالنسبه يعني بالنوطاج تاع المقنين هذاك، والله يا خاوتنا غير حبس لي التليفون، كنت حنوطيه واش نقدر، والله غير حبس لي التليفون، حبسوه لي الدراري كان يمشي لاباس به. غير كيما شريته يا اخي قلت لكم خلصتو 1400، طلعت لهم فيه الالعاب، بلعب بلعب من الصباح للعشيه، ومن داك يخلوه يتشارجا واقيلا دير ماس ولا ما على بالي. اللي عنده خبره يقولنا حبس ديريكت، ملي كيديروا يتشارجا ما يتشارجاش، تسمع شغل هكذا الزف هكذا بصح ما تشوف والو، ما على باليش اسكو راحت له لافيشور ولا الله اعلم. المهم هذاك المقنين ان شاء الله باذن الله نعطيوه بربي ان شاء الله. وفيما يخص قلنا لي غالوبي خوتنا، ماهيش نوطه المونتي، ماهيش نوطه البارلي، ماهوش نوطه محصوره ما تحصلهاش. البارلي ماشي زعما تقول بارلي، كاين بزاف بارليات، حاجه تتعاود البارلي، حاجه تتعاود الغالوبي، حاجه تنخدم رابيد، المونتي حاجه يطلع بها. سبحان الله العظيم، روح تدخل تعلم اللغه الفرنسيه، تعلم واش معناتها هذا الكلام هذايا، ومن بعد تيك انت وحدك تحكم، ماشي من راسك هكذا. انت لازم تعرف الكلمه هذه واش تعني تاع الغالوبي. الركض حاجه تجري خويا، قلت لك انا بدوه يرجعها غالوبي، مونتي يرجعها غالوبي، يحول المونتي يرجعها الغالوبي، هذه هي. وسقسي خويا تعرف، انا نتكلم واش نعرف بعلم الحمد لله، واللي عنده دليل يا خويا يخالف الدليل تاعي يجيبه لنا، وماذا بينا نستفادوا. وشنو الانسان ما يغلقش راسه ويغلط عباد معاه. هذه هي، والسلام عليكم.